السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جو حر جدا ومحتاجين بقى كده حاجة تطر علينا، يبقى لازم نعمل ايس كريم. وعشان نعمل ايس كريم مظبوط بجد لازم نعمله في البيت. لو جربتي الايس كريم في البيت مستحيل تفكر تشتريه من بره، لان طعم الايس كريم في البيت احلى مليون مرة من الايس كريم الجاهز. كفاية ان انت عاملاه بفواكه طبيعية وعاملة كل حاجة بايديكي وعارفة انت حاطة عليه ايه. هنعمل ايس كريم النهاردة بسهولة جدا، هنطلعه متماسك وكويس معانا، ما فيهوش اي مشاكل. اي مشاكل كانت بتحصل معاكي في الايس كريم انسيها، عاملين ايس كريم مفيد جدا للاولاد بفواكه طبيعيه. لو عندك ولاد ما بيحبوش فاكهه معينه اعملها لهم في الايس كريم، انا متاكده ان هم هيعشقوها. انا النهارده عملت نوعين، عملت الفراوله وعملت المانجا، بس طبعا انت ممكن تعملي الانواع اللي انت حباها. اول نوع معانا النهارده ده كان ايس كريم الفراوله. عايزه اقول لكم ان انا عملت نص كيلو من شويه فراوله صغيرين جدا، يعني حوالي ربع كيلو من الفراوله. انا كنت مفرزنه عندي فراوله، بصوا شايفين متماسكه ازاي، وحطيت بقى عليها صوص الفراوله كده طعمها تحفه. وده ايس كريم المانجا، شايفين ما شاء الله متماسك ازاي معانا، ما فيهوش اي تجرشات تلج خالص. ازاي؟ تعالوا بقى نشوف الطريقه. اول حاجه هنا انا كان معايا ده ربع كريم شانتيه غير محلى، واحسن تجيبيه غير محلى هيدي معاكي كميه حلوه جدا. ودي كانت نص كوبايه من السكر، والسكر ممكن تزودي حسب الرغبه، وكوبايه من اللبن المثلج، بس انا هشتغل بكوبايه كمان، يعني هستخدم كوبايتين من اللبن المثلج. عايزه اقول لك بكل سهوله، لدرجه ان بنوتي واقفه معايا هي اللي ساعدتني وعملناه بكل سهوله. اول حاجه كده انا بس بحطيت كوبايه اللبن مع الكريم شانتيه وقلبتهم كويس جدا علشان البودر بتاع الكريم شانتيه ما يطرش، وضربتهم بالمضرب زي ما انتم شايفين. ممكن تعملوه في الخلاط لو ما عندكوش مضرب كهربائي. بعد كده نزلته بكوبايه تانية من اللبن، يعني ربع الكريم شانتيه اخد معايا كوبايتين مثلجين من اللبن، الكوبايه 150 يعني اخد معايا 300. بس عايزه اقول لك ضيف اللبن بالتدريج علشان انواع الكريم شانتيه الباودر بتختلف من نوع للتاني. هضرب فيه حوالي 10 دقايق ضرب كويس جدا لحد ما يبقى تقيل معايا وما تخففوش القوام بتاعه عشان يطلع معاكم الايس كريم مظبوط زي ما انتم شايفين بالقوام ده. طبعا لازم تكون الفراوله بتاعتك متفرزنه، او اي فاكهه هتشتغلي بيها لازم تكون مجمده بالشكل ده. انا بس طلعتها كده من الفريزر فكت شويه عشان اعرف اضربها بسهوله كده في الكبه. نزلت كده بكميه الفراوله اللي انتم شايفينها دي، كانت حوالي كوبايه كده من الفراوله، ونزلت عليها بمعلقتين من الزبادي ومعلقتين من عسل النحل، وهبتدي بقى اضربها لحد ما تنعم كويس جدا معايا بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. ما بيتضافش عليها اي ميه علشان القوام ما يخفش معاكي. طبعا الفراوله لونها كان فاتح، ضفت عليها حسب الرغبه، طبعا ضفت عليها نقطتين كده من لون الطعام الصحي المصرح بيه علشان تحسي ان نفس لون الفراوله اللي بنجيبها من بره بالظبط. بعد كده فضيتها في حاجه وقسمت نص كميه الكريم شانتيه اللي انا عملتها، عشان طبعا انا عامله صنفين، هاخد نص اعمل بيه فراوله وهاخد نص اعمل بيه المانجا. وبعد كده بضربها ضربه كويسه جدا بالمضرب لحد ما تختلط كويس معاكي. لو انت حابه تضيفي عليها نقطتين كريم من اللون براحتك، وما تستغنيش عن الزبادي بتديكي طعم غني جدا. كده احنا عاملين بمكونات كلها طبيعيه وحاجات كلها مغذيه جدا للاطفال. بقفلها بقى وبحطها كده في الفريزر، وبعد كده نعمل المانجا. المانجا برضو عندي هنا كانت فكه شويه، بس مانجا بيوري كلها ما فيهاش اي اضافه ميه ولا اي حاجه. انا نزلت هنا بعسل بس ما اتصورتش معايا، نزلت عليها باربع معالق من العسل، وممكن تحطي بدل العسل سكر. وبرده بضرب المانجا بتاعتي ضربه كويسه كده لحد ما تفك معايا بالشكل دوت، ولازم المانجا برده تكون متفرزنه شويه معاكي. ضربت كده المانجا لحد بقت معايا بالشكل ده، وطبعا ما بنضيفش عليها اي حاجه، احنا عايزين الحاجه بتاعتنا المانجا تقيله زي ما هي بدون اي اضافه ميه ولا اي حاجه. احنا بنحطش عليها غير عسل بس، او بنضيف لها زي ما قلنا سكر. هبتدي اخد بقيه كميه الكريم شانتيه وانزل بيها، وبرده بكرر نفس الخطوه، بمسك المضرب بفضل اضربهم مع بعض لحد ما يتجانسوا مع بعض بالشكل ده. طبعا لو لونها برضو فاتح وحابه تحط لها دون طعام من اللون الاصفر الصحي المصرح بيه حطيه. مش حابه تضيفي اي الوان طعام للايس كريم بتاعك انت وراحتك، ومفيش اي مشكله، احنا بس عشان التصوير ويدينا نفس درجه اللون. لكن يعني لو مش حابه تحطيه هيبقى برضو مفيش اي مشكله بالنسبه لك.
فضلت اضرب فيهم كده لحد ما اتجانسوا كويس مع بعض. برضو هجيب كده علبة وهبتدي افضيهم كده واخبطها خبطتين عشان يطلع متساوي كده معايا. وبعد كده بدخلهم الفريزر يجمدوا شوية على الاقل حوالي 4 ساعات. وكملوا الفيديو لحد الاخر لان لسه في خطوات مهمة دي اللي هتكمل معاكي نجاح الايس كريم. هو لحد هنا لسه مخلص، هدخلهم بقى الفريزر وبعد 4 ساعات هوريكم الخطوة اللي احنا هنعملها والمهمة جدا. وهنا بعد 4 ساعات في الفريزر طلعته كده، كان اتجمد معايا نص تجميدة، حطيته في بولة ازاز وفضلت اضرب فيه تاني بالمضرب. ممكن تعملي الخطوة دي مرة او مرتين، هتخلي معاكي مفيش اي تجريشة للتلج وهيبقى الايس كريم وانتي بتاكليه فيه مطة كده. انتوا شايفين ضربة واحدة وهبقى عامل مطة ازاي. الحركة دي مهمة جدا جدا لازم تعمليها. وبعد كده بفضيه وبرده بضربه كده خبطتين تلاتة عشان يطلع معايا متساوي. لما اجي اعمله بالسكوب يبقى طالع معايا متساوي وشكله كويس. هعمل برضو ايس كريم المانجا كده بعد ما تلج معايا، هفضيه برضو كده في البولة وهبتدي اضربه. وزي ما قلت لكم كل ما هتكرروا العملية ديت، يعني لو عملتيها مرة او مرتين هيطلع معاكي مطاطي اكتر وهيطلع معاكي مفهوش اي تجريش التلج للناس اللي بتشتكي من تجريشة التلج. هحطهم بقى في الفريزر لحد ما يجمدوا كويس جدا، بقى التجميد بتاعهم مش اقل من 12 ساعة. حطيهم من بالليل لتاني يوم وبعد كده بقى تقدميه بالطريقة اللي بتعجبك زي ما شفتوه في اول الفيديو. انا هنا بقى عبيتها في الكاسة بتاعة الايس كريم، ممكن تعبيها في اي بولات بتاعة الجيلي ديت. وزينتها هنا بالشوكولاته تشيبس، وزينتها هنا بصوابع الشوكولاته اللي هي الفلوتس دي. بس طبعا انت ممكن تحطي عليها اي حاجه، ممكن تحطي عليها اي صوصات عندك، صوص فراوله، صوص شوكولاته، زي ما انت حابه تقدميها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى لو الفيديو عجبكم بلايك حلو كده للفيديو وشيروه لاصحابكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ولو عايزين اي طعم الايس كريم اكتبوا لي في التعليقات وقولي بتتابعوني منين. مبسوطه جدا بيكم وان شاء الله عيلتي الصغيره تكبر بيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.